لجنة مشكلة من عدد من القطاعات، حددت قائمة من الكتب وعددها 106 عناوين التي لم تدخل المعرض، بمعنى تم حظر مشاركتها في المعرض، ويبقى عمل اللجنة قائما إذا ما سجلت حالات داخل العرض، إذا ما لاحظت أن هناك بعض العناوين التي تثير يعني بعض التحفظات فإنها ستتدخل وتتحفظ على هذه الكتب. هذا أمر تقوم به دائما كما كانت دائما. أمر عادي، هذه فيه كتب كثيرة، شوف قلنا أن فيه 106 عناوين تم التحفظ عليها قبل بدء الصالون. أثناء عرض الصالون أحيانا يتم تسجيل بعض وجود بعض العناوين، ربما بعض العناوين التي فيها جوانب ربما لا يليق أن تكون موجودة في الصالون، فيعني يتم الاتفاق مع الناشر بضرورة سحبها وانتهى الأمر. هذه